الخير مشاهدينا الكرام وفي قناة التونسية، مساء الخير، مرحبا بكم في برنامج عندي ما نقول لك. طبعا للمشاركة في البرنامج وسائل الاتصال والتواصل، الاتصال بنا على الرقم 28 835 000 كما هو موجود أسفل الشاشة، وإلا تبعثونا ميساج ما فما حتى مشكلة، أو على رقم الفاكس 71 940 260، أو التواصل معنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي في على عن طريق الفيسبوك. طبعا باج عندي ما نقول لك هي الباج الوحيدة، فما باجات أخرى مستنسخة ما تدخلوا لهاش، تو تعرفوا أن هي الباجة الحقيقية كما العنوان اللي موجود أسفل الشاشة، أو الاتصال بنا على العنوان التالي 26 نهج المعمل الشرقية 2. قبل ما نبدأ وناخذ فكرة على الحكايات اللي باش تتعدى الليلة في برنامج عندي ما نقول لك، نعملوا طلع على زميلة سارة. مساء الخير. مساء الخير. أهلا بك سارة. يعيشك. شنو هي الأحوال عندك الفوق؟ الأحوال خرق العادة. يعيشك. فكرة وحوصلة على الحكايات، حوصل الحكايات اللي باش تتعدى الليلة في برنامج عندي ما نقول لك. نتمنى لكم مشاهدة طيبة للجميع. الليلة في عندي ما نقول لك باش نتفرجوا في ثلاث حكايات، باش نتعرفوا على حكاية سليم اللي بسبب العنف اللي مارس فيه على مرته طيح لها الصغير، الشيء اللي خليها تهرب من الدار. نهار جمعة سي ضربتها. شنو هو توا؟ شو اللعبة ذي؟ شنو انت داخل تضرب خارج تضرب؟ اخي نهاري غير نهار تضربها؟ شنو الحكايه؟ مش داخل نضرب خارج، هذاك هي حتى هي صوره اللي حطتها في دارهم، حطتني انا سفاح، معناها ندخل نضرب نخرج نضرب. انت ضراب، انت مش سفاح، انت ضراب. اخي ما تنجمش تتكلم في بلاصتها انك تكلمت برشا، تكلمت ست شهور مهرسين وانت داخل تفشخ. قداش من تريعه عطيتها؟ قداش؟ 60؟ لا 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 50؟ 20؟ 7 10، من 7 ل 10. لا شوي، لا بارك الله فيك، يعطيك الصحه. أما قبلها باش نتبع حكاية محمد اللي عرس بنسرين وهي في عمر 14 سنة، لكن بسبب مشاكل عائلية هربت من الدار. بنية صغيرة وسخفتني، أنا واحد من الناس سخفتني. شو صغيرة؟ صغيرة، عمرها 14 سنة. دي وقتها قد إيه عمرك؟ عمري 26 سنة. طب عمرها وهي عمرها 14؟ عمرها 14. خذيت عمرها 16؟ لا، خذيت 14 ونص تقريبا. شو 14 ونص؟ 14 ونص. شو 14 ونص؟ خذيت عمرها 14 ونص. كيفاش خذيت؟ شو خذيت؟ كيفاش خذيت 14 ونص؟ هربت بها سي علي. هربت بها. وتوا باش نتفرجوا في حكاية أنيس اللي بسبب مشاكل بين مرته وأمه توترت حياته ووصلت الأمور ما بيناتهم للطلاق. مريرة ما مرة هنا ما نجمش باش ندخلها عنا مرة أفرح بها مرة هزها. ماي شهري ضعيف. هي حتى صحايا المشوي يا رسول الله. هي تاكلوا في الدار. قصدي تخرجها مرتك، معناتها تدور بها تتفردها بامكانياتها. يا ودي اخي على اول شيء مش ندورها، يمكن تدور مره يزي. اصعب موقف ينجم تتعرض له امراه انه الراجل يطلقها، لكن زاد اصعب موقف انه يتعرض له راجل انه مرته تقول له طلقني، ترجع له ومن بعد تغبر وتشد ضربوها وما يعرفش علاش. على كل، الليلة مباشرة في هذا السياق نستقبله مع بعضنا أنيس. أهلا بيك. شنو يا حوال؟ معلم. لاباس؟ صافا؟ السلام عليكم. شنو أمورك؟ الحمد لله. لاباس عليك؟ الحمد لله. أهلا بيك أنيس. أهلا بيك. شنو امورك؟ خذ لي راحتك، خذ راحتك يا راجل. انت راك ملك الليله، نحبك تاخذ راحتك من كذا. دار فيك شالون وتحفون وباش نعمل معك جو انت الليله. مرحبا بك. ها؟ وعلاش تضحك؟ ديما نضحك. يا بي يرانا ديما نضحكوا. قداش عمرك؟ عمري 34. 34، حتى تعرفوا على حكايتك اكثر مباشره تشاهد معايا هذا التقرير. طب الحياه الزوجيه علاقه بين زوز من الناس، لكن ساعات تتدخل العائلات في بعض الامور ينجم يخلق مشاكل بين الأزواج. هذه حكاية أنيس اللي عاش قصة حب حلوة مع سرور توجوها بالعرس، لكن حياتهم تقلبت في ليلة ونهار بعد ما سكنت سرور مع حماتها وبدأت المشاكل تكبر وتتراكم. أنيس يقول إنه ما عرفش يوفق بين مرته وأمه، الشيء اللي خلى مرته تهرب من الدار وتقعد غضبانة 3 سنين في دار أبوها. حاول أنيس يصلح علاقته بمرته لكنها كانت رافضة الصلح وطلبت الطلاق 3 مرات. والليلة جاء أنيس لعندي بنقلك مستدعي مرته سرور، يحب يبدأ معها صفحة جديدة في حياتهم. جيت
شنو حوايج؟ تعرفت على بنية وما نعرف مازلت ما سلتش انت حافظ درسك بارفيك برا عندها امشي على راحتك كي تعرفت بحيث وكنت نخدم نهار نخدم ونهار لا تعرفت على ولد عمها معرفاني تاعت برنا ولد عمها تعرفت عليها بشوي صحيح تعرفت انا بديت لك من بديت لك من الاول بالاخر وين تعرفت عليه بابا؟ في تبرنا في البار في البار ايوه في البار هاي ها تشرب انت كنت نشرب إيه تشرب كنت نشرب إيه فهمت بعد قضية تعرفت عليه في 95 هذا ولد عمرتك ولد عمرتي اسمه توفيق توفيق باه كي تعرفت عليه تفقينا مع بعضنا مدة هذه في 95 بعد مشيت على روح زدت شكون اللي مشيت على روح شكون؟ هو مشي على روح هو مشى على روح هو مشى على روح وانا مشيت على روح إيه على روحك هي. هي؟ مشيت كيف يقولوا فيها نهار نخدم نهار لا مشيت ايامات وجدت ايامات زدت تعرفت عليه في 2002 لا عاد عاودت لقيته عاودت لقيته في عاودت قابلته عاودت قابلته في 2002 وين؟ في بيت ربي في الجامع في الجامع ربي هداكم الزوز يرحم والديك معناتها انت وليت تصلي يرحم والديك وهو يصلي هاو جايك لحد اما المقابله هذه خير من المقابله الاولى يرحم والديك تعرفت عليه فتعزدنا تلاقينا في الجامع نهار الاولى ثاني لا قال لي وناس قلت له قال لي اخي انت متزوج قلت له راني مازلت قلت له كان بنت الحلال ما فيها بأس باه قال لي انا واش قولك هاي عندي بنت عمي بنيه عاق تحب تهني على روحها باه قلت له انا ما نكذبش عليه قلت له انا راهي ضواي الدار هي العزوزه والشيب باه قلت له كانت تستحفظ لي على العزوزه والشيب مرحبا مرحبا به كان قلت لا هي على روحها وانا على روح بيه؟ قال لي راهي ودي تهنيك باه قلت له ما يسيرش قال لي وقتاش تحب تمشي ليها قلت له ما ندبر مصروفي ايه شفتها ها جايك الحديث كلم ولد عمو الاخر اسمه عادل قال له الطفله كان مازالت ما تخطبتش خايفه مش كل ولد الحلال خلي شي يخطبها قال له شكون قال له وليد عاقل ومتربي قال له يخدم على روحه قال له انسان مرماجي قال له يخدم في المرم ويهبط في الياجور المفيد قال له يعشي روحه يخدم على روحه قال له ما يسالش قال له كي نجي نهار الخميس قال له نسوق للكيف قال له تو نجيبو باه جا نهار الخميس كلمني مع العشره قال لي يا وناس وينك انت قلت له تو والله راني نهبط في كاميون تاع ياجور مع ال 12 نكمل تو نمشي لي باه قابلتنا ويا في القهوه قلت له استناني نروح للدار نبدل دبش ونعمل حمام ونجي نمشي نويا باه مشيت لها شفتها تفهمنا قالت لي ماذا بيك تبعث ام كوبايك مشيت لعزوزه والشيب شفتها انت ولا لسه؟ شفتها انا عجبتك؟ عجبتني وانت عجبتها؟ عجبتها باه فهمت بعثت لعزوزه والشيب خطبوه وعطوه كلمه وخذوه كلمه وفهمنا على الموعد والعرس وكل شيء كل شيء عرست في 2010 لاباس؟ لاباس الحمد لله يا رب قداش قعدتوا مع بعضكم الساعة؟ ثمانية شهور وعرستوا؟ عرسنا مين؟ عرست عملت لها عرس 7 أيام و7 ليالي بقط ولاية كاملة 250 ألف ساكن تحكي به شهر ونص عليه صار في العرس هو؟ عملتها عرسي بها هي خاطر إنسان قليل وعمل العرس كيف هكاه والعباد كلها شهدت ليه وحبيته خاطر محبوبه البداية طيبة يرحم والديك تدخل دار البيت تدخلها كان بصيغتك صحيح فهمت بيه؟ كنت عملت عربي ما فما حد شيء بدأت بعد 8 شهور كل يوم تلقى مشكلة شني تخلق لي مشكلة مطرة سوى مطراب ما ادريش على لا لا ما تقولش هاو جايك الحديث خليني نمشي معك بشوي هي. المرة الأولى قلت تتوحم قلت وانت تدري تتوحم برا تعدي هنا وانا بعد طلعت مشيت تتوحم جيت عيطتها بالسياسه السرور قلت لها قالت لي قلت لها راه ما يجيش الحديث هذا رانا خيان وتعرفنا معارفه بيه وانا راني كي دخلت لك دخلت لداركم راني دخلت من الباب شنو خيان مرتك هذه شنو خيان هي اسمعني صحيح لا خاطر قلت لي خيان قلت لها خيان هي ودي مرتك لا اله الا الله اسمعني سي علي وبعد انت احكم قلت لها نحن كي تعرفنا بالباهي يلزمنا نقعدوا بالباهي كان مش نبدو هكا ولا كرا ما يساعدني يا مرة وتصير مشاكل بين زوج هاو جايك لحديث قلت لها انا راني كي دخلت النهار الاول راني ما دخلتش من الشباك دخلت من البيع واللي داخل من الباب راه ناوي الصلح واللي داخل من الخوخ راه ناوي الترافيك انا قلت لها بنت عمي راني ما نجمش لا نترفك ولا نسرق قلت لها انا كان لقيت دينار راني تعشيت به لقيت 10000 تعشيت هي ظهرني لمتك شويه على حكايه المصروف والخدمه لا نخدم قالت الخدمه ما نشبكش بالتحكايه الفلوس انت تو ما أيوة. الكرش الكبيره ما يشبع ما يشبعها كالمطمور قرم لا احكي لي لا 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 ايش طلبت هي لا هي واش تحب كل جمعه في دار ابويا
ونام باش نكذب عليك كل جمعه ذي ما فهمتش. تحبني نمشي معاه ونام انا ما نكذبش عليك. تفهمتنا وياك على حاجه خذيتها من عندك كي نقعدوا بالقدر وباحترام يا ربي ومالك الحمد. اي وشنو هي الاخر؟ انا يعني ما فهمتش سبب العرك نتاعك بينك وبينها شنو؟ العرك نتاعي انا وياها من الاخر. من الاخر؟ هي المره الاولى انا حبيتها وهي ما حبتنيش. استنى كل يوم مشاكل سي علي. شنو حبيتها وهي ما حبتكش؟ هي ما حبتنيش على جال والدي. باهي. لا ما يهمنيش في السبب. حبتك هي ولا هي لا؟ هي المره الاولى حبتني. كي تبت توا مره حبتك. هي انا قلت لك المره الاولى حبتني. حبتك. حبت. وانت حبيت. حبيتها بطبيعه الحال. من بعد كي دخلوا حكايه والديك. والدي ما حبتك امك وبوك ساكنين معاك. هي ام وبابا معايا. شكون قايم بهم؟ هما قايمين بي. الماء والضوء ساعات يخلصوا لي بابا. لا مش على الخلاص. شكون قايم بهم؟ هما ناس كبار. شكون قايم بهم؟ لا بابا قايم بروح. قايم بروح. قايم بروح. ما يدخلوش بروح. ما يدخلوش لا في حياتك وانت لا ما يدخلش راحتك في دارك. لا هو على روحه وانا على روحي. انت لاقي راحتك في دارك؟ لاقي راحتي في دارك. شنو هي القلق نتاعها هي؟ القلق نتاعها هي لسانها خيب. المراه صحيح عليه اللي توصل تدعي بالخلاء الله يسترنا ولا تكفر بربي راهي ماشي بنتصر. تكفر ايه بربي؟ تكفر. قداش من مره قداش من مره انا نبدا حاط عنتها سي دي وحاط كلام ربي تقول لك وش هي هذا اخويا نحي علي حط لي شتيح وردي حبتي كيفاش؟ مو شويه هكا شويه كتقول لك مركزها وتربى تقول لك لا انا نحكي معاك مصدق راهو معناتها لاني طامع فيك ولاني خايف منك الخوف اللي يقص الراس كرم مش بدلك واش هيك لحديث لا قصدي قصدي هاي. قصدي قصدي هاو قصدي باش ما يفهمونيش الناس بالغالب ماني نعرف انا اش قاعد نقول قلت لك مش وين تحط قران تقول لك لا بدل لي الزهر هاونا وقتاش نحط القران نحط نهار الجمعه نهار الجمعه والنهار الخميس في العشاء معقول لا معقول تقول لك لا كي تسمع مش عيب كلام ربي هو شو هاي تقول لك لا ما تقوليش على هذه تعاركتوا هل هذه وقعت المشكله خاصه المره الاخرانيه على الحكايه ذي فهمت نسالك سؤال هاي تضربك ولا خليني نسال هاي. انا نعرف اش قاعد نسال لا ما تضربني تضربك ولا كان توصل تضربني نحفر قبري بيدي تضربها انت لا ما نضربهاش بيه خاطر كان مش نوصل نضرب امراه وتو مع قانوننا حال عينيه بحاول لها تحطني غيدي على خاطر القانون ما تضربهاش لا ما نمسيهاش اما بار برانسيب ما تضربهاش حتى كي مش نضربها نضربها بلساني بلساني لساني يوجع اكثر لا ما يوجعش لا الكلام يوجع اكثر هذا قصدي كيفاش يوجع؟ ايه فما كلام اقوى من الضرب لا انت ظاهر فيك لسانك موذي معها شوي لا ربي يستر باهي ومن بعد ايه من بعد ما نكذبش عليك المره الاخرانيه قاعدنا في البلاد قاعد في القهوه لهي نعمل في قهوه وقتها نذكر فيها كما تو كنت نخدم وهبطت من الخدمه كلمتني امها مع حكايه ال 12 قالت لي يا والناس وين انت تو قلت لها انا راني في القهوه قالت لي بجاه ربي تروح عاد لي سرور قلت لها الله يبارك قلت لها لاباس بركه قالت لي لا باس كي راه واحد من القهوه طلبت لها بنتها عاد عايزتها الراحة يا سرور قالت لي وش هي قلت لها يمك ماش تكلم حطيت طلبت لها امها حطيت كيد في وزنها وكيد في وزن لا عاد كيف ها وش هيك الحديث عاد اش دخلك انت اسمعني عاد خلينا نحكي معاك يا ودي ام تحب تكلم بنتها شو حط لها كنت واحدة في وزنك واحدة في تسمع بشوية عاد مخابرات؟ لا مش مخابرات اخي علاش؟ مخابرات مشت ما انت علاش عملت هكا؟ ها وش هيك الحديث والله يا كيك على حسني لا ما مش على حسني والله سامح اي تو انا نحكي التليفون انا وحد هي. جي انت تاخذ ذن وانا وذن يا اسمعني عاد خلينا نكمل الحديث نسيه خي ايش دخلك؟ لا لا الله خلينا نكمل لك عادنا الهدره كيفاش؟ جيتني قالت لي طلبت لها امها قالت لها سرور قالت لها بالله ولا ما تعمليش كيما سونيا ولفا هذا في التليفون هاي ياك تسمع ها وش هيك لحديه قالت لها اخي انت وش بيك كل مره وتجي تسبي ليها امه قالت لها في بالك كان اسمع بيك المره ذي قالت لها راوي صحت وانت تسمع وهي تسمع اي انا اسمع وهي وفاز تحت واش قالت لها ما قالتش لها الا غالب غلط قالت لها اخي البقرات لاباس الفلي لاباس اخي منا لاباس كملت نيم محبة والله لا كلمتها تم لا انت قاعد تسمع يا بالك متخبي انت هي ممكن انت مصدق اللي انت متخبي وتسمع فيهم بشوية ناسكت بعد كملت قالت لها في الامان سلمي لي على بابا وسلمي لي على فلان قالت لها ما يسالش قلت لها السرور قالت لها لا قالت لي لحبيبه ولا العزوزه ولا باب قلت لها الضرب جاي من امك
قلت لها تو امه قالت لي، قلت لها امه خلوها بعيده، قلت لها امه راهي عندها مرتين كاردياك. قلت لها لا قدر الله كان جاء المره الثالثه، قلت لها لا نعرفك لا انت ولا غيرك. قالت لي يلا غلب، قال لي غلب والله وراس محمد وراس والديك ووالدي، لا حطيتش فيها حتى قيم، سكت خليتها في الدار وخرجت. المشكله ثاني روحت بعد لا يمات هذاكم باهين لاباس لاباس. جبتوا صغيرات ساعه ولا ما سهلش ربي، وهي مشكلتها هي ذري، مشكلتها هي شنو وراس ريتها انت راس الحلاله كامله. مشكلتها راس السبوله ذري. شنو هي المشكله؟ تحب الذري، الذري حقها تحب الذري، ما عطاش ربي. مشيو للطبيب، مشينا للطبيب قال لك اصبر، مشينا للطبيب قال لك اصبر، فهمت؟ مشينا للطبيب قال لك اصبر. لاباس نجمو تجيبو معناتها. الحقيقة الحمد لله. بشوية دويات واحد الصبر تو يجيب صغيرة. فهمت؟ هي مقلقها الموضوع هذا. الموضوع هذا مقلقها. محملتك مسؤولية في الموضوع هذا ولا الحق تعرف؟ لا لا نقول الحق. كيفاش تحملني مسؤولية؟ معناتها ضاغط عليك على الموضوع هذا. بالطبيعة هي. هي علاه أخي مشكلتك أنت هي. هي المشكلة ما هي مشكلتك أنت. يا سي علاء فما شكون اللي قاعد 12 سنة و13 سنة وقت اللي ربي حب الطبيب مش قال؟ سمع الطبيب مش قال يعني؟ الطبيب قال لها تحبي تصبري راكي بحالة تجيبي. ما تحبيش تصبري ما تجيبيش. المشكلة في شكون؟ سامحني بعد اذنك، كنت تحب تقول كان ما تحبش لا المشكلة فيها هي انا خاطر. المشكلة فيها هي. مالا داير عليك علاش تحمل فيك في المسؤولية؟ خاطري كانت مريضة، كانت مريضة. ربي يشفيها، ربي يشفيها وان شاء الله. ربي يشفيها. ربي يرزقكم بمولود. اللهم امين. فهمت؟ بعد لا مات هذيك نسيت هنا وهداني ربي ووليت كل مرة ونهز نعمل بها دورة. شو هداك ربي تعمل بها دورة؟ أنا كيفاش؟ لازم تعمل بها دورة وتخرج. شو هداك ربي؟ أخي ماني نخدم على روحي. نبطل خير لا وقت في مره في الجمعه. هي انا واش قلت لك مره في الجمعه مره في الجمعه نهار السبت ونهار الاحد. وين باش نزل نطلع نعملوا دوره في الصفايه بحذانا كهو هز عشيها وين عشا تعشى في الدار ليه مو بلايص يتعشى وين نمشيو الريستورانات مو قلبي يوجعني هكاك عليه ما نجمش عليه ما نجمش ما نقدرش مريره ما مره انا ما نجمش باش ندخلها عنا مره افرح بها مره هز ما الشهر يضعف كي حتى صحايا المشوي يا رسول الله هي تاكلوا في الدار قصدي تخرجها مرتك معناتها تدور بها تتفردها بامكانياتك يا ودي اخي على اول شيء مش ندورها كي تدور مره يزي ليه البرابوش علوش يدوروها راهو يربطوها بخيط ويبداو ها تبدا تمشي بعاد مش هذيك المراه هي مو هناك مش نقعد في الدار دقيقه يا هني دار فيك ماكش فاهم حتى شيء لا لا فاهم انت دار فيك العلوش عندك انت حوس ومرتك لا العلوش يسرح والمراه لا ما قلتلكش انا فردها وهزها وعامل لها مريره في الشهر يعني تخرج على امكانياتك خي سامحني انا كيما نخرج بها من الدار اي نطلع بها قد منا والتيرا ونرجع نعمل دور شنو؟ يا البنات يا ساعتكم بيه هذا والله يدوركم هكا في الدور ايه ما الاول مش نهز تعمل بها دور الراس اللاج وكا هو فرنتا ليه نمشي بها الحومه ندوروا في امريكا في الحومه ايه يا اخويا ما خي الدور يا ليس ما فهمتنيش ما فهمتنيش يا سي الزواج دقيقة العرس مش في الدار راهو راهي المرأة اخزرني المرأة مش علوشة تسمع فيا هاي ناس ماهيش علوشة ندوروها هكا في راس الناس ونرجعوها لا المرأة راهي كائن بشري بشر وانت راك بشر لازمكم تعيشوا وقتكم لا لا افهمني يا نيس يعني اي كي نعيش وقتك يبقى فما كي يبدا فما السوارد ياك البارح تعمل في قهوة في اللاك انت صحيح ولا مش صحيح؟ هي ودي لي بشوية صحيح ولا مش صحيح؟ ها الدوسيات نجيبهم لا لا نزها مرة القهوة بشوية نزها مرة تو اسمعني وبعد احكم نتجاوزوه نتجاوزوه لا ما نتزوجوش نقولها عادي جدا الواد ما يقعد فيه كان حاجة وما دخلها هناك مشيت اللاك اول حاجة هزني واحد ولد حومتي شربني قهوة والله ما نشربها انا مرة نخدم غاديكا في اللاك عندي ولد خالي خلص لي كاس قهوة حليب بدينار ذبعت والله ذبعت قلت له دينار هذا يفسر لي نهار 4000 فيلم لا ما نشربهاش انت مش مشكلة فهمت قصدي تفرج هي عندنا حوان صح من بعد فيك من بعد بلايص بي هي انا قلت لك فيها بلايص بي اما يوجعني قلبي يا ودي اخي بيسالي مريرة في الشهر سامحني انا مش نجي نعطيك حاجة نحن عن مطعم اه
قلص حنا قلص حنا يقول لك 5000 8000 من جاتني انا 5000 هذه نظر ناكي ناكي نمشي نظر كلك ديرو قدرك 5000 نجم يرحم والديك 5000 نزيد عليها 2400 وناخذ بها دابوزا غاز واضح عندك حق لا اولويه دابوزا غاز اكثر منها كاسكيلو ب 7000 نعم حق نحن شتينا خويا تعرفوه شتينا كلك ديرو قدرك ومن بعد شي ومن بعد تعدينا الحوايج هذيك كلها ونسيتها ومع وحسبت روحي قلت لها نبدأ في صفحة جديدة بيه؟ روحت نهار من نهارات فم ولاد حامتي طلبوني قالوا لي وين قلت لهم والله قاعد في الدار بحيث عندي محابس في الدار نهو الجردة عندي محابس في الدار نظف كلمني هذايا واحد اسمه دوي شخلك؟ قال لي راح نمشوا القهوة نلعبوا شكبه شيت القهوة ودي قلت له بجاه ربي قلت له دور وليه فرانك ليه قال لي نحن نحبوا نهزوك معنا عجل بيه هزوك هزوني مشينا لعبنا طرحين شكب فهمت بعد روحت مع حكاية بريسك التسعة نتاع الليل طلعت نلقاها هي الفوق في الدار هي في الدار الفوق هي في الدار الفوق والعزوزة وشايب في بيت دخلت انا حيد صباتي جابت لي البان وغسلت رجليا جابت لي المنشفة تاكسي السيد عاد انت بان وتغسل لك ساقيك هي تغسل لك ساقيك لا ما تغسلهاش نسال فيك لا تنحت وقت العبودية نسال فيك خاطر قلت لي تجيب لي البان لا جابت لي البان لا مش عيب لا لا نغسل واحد لازم تغسلها صقيرة ها لازم تغسلها صقيرة نغسلها رجلها تبدا يتقص حبيبي والله حبيبي هذا حديث شنو لا يا ود يا راجل اش بيك سي علاء شنو كيفاش نغسلها رجلها ايش بي ويديها وراسها وبكل هاي زين تغسلها وتغسل لك شنو مش لا 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 تغسل لا نغسلها هذا حديث تعيش مع مرتك انت ايه مالنا يودي راجل يدلل مرته يودي كيفاش تدللها يودي ندللها كي يبدا عندي سوارد باش ندللها انا نجيب لها حاجه شبيك سعد ومن بعد شنو المشكله توي من الاخر روحت هذيك بالحق ضربتني مش في مخي ضربتني في قلبي شنو روحت قالت لي اسمع قلت لها قالت لي المناظر هذا ما عادش نحب نشوفهم شكون المناظر قالت لي امك وبيك كيفاش ما لا تحكي بالحق ولا والله يا ولدي توكل ربي ولا اله وراس جدودك هذا على روايتك انت هي على كرايمي اش قلت لها انت قلت لها وعلاش قالت لي نحب دروج البر قلت لها هناك تحبي انت دروج البر قالت لي قلت لها بري لبويك يبيع البقره ولا البهيمه ورا هي عامله دروج البر قلت لها انا راه ما عنديش باش نوصل نعمل دروج البر قلت لها خاطر اليوم نعمل دروج البر وغدوه تجي البلديه تطيحها لي راني نتجلط قلت لها ما نجمش اما قلت لها دروج الداخل بعد ما كذبش عليك طلعت لي الطونسيون الاخر بحيث وليت قلت لها باري لدار بويك مشات ايش عندها في دار بويك مشات قعدت وقتها 4 ايام ورجعت بحيث وبعد كل مره تعمل لي مشكله زاد جا اخوها قلت له ما جيت قال لي قلت له راه هيك ما تو ما حكيتش لي هنا حكيت له العزوز قال لها خالت سعيده قالت له قال لها الشيء اللي تعمل فيه هنا راي حتى غادي تعمل لنا كيفك اخر المخاير عشوة من العشاوي هزيت العزوز وهبط لدار بيت خيل صاري هبطنا وجينا راجعين نلقاها دخلت الدنيا بعضها شنو كسرت لي كسرت السرير شو كيفاش كسرت السرير كسرت له رجل نحات له ساقي جتت بعد فيه هي ايش بيه هي قلعت فيه ايش بيه هي 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 بصحتها اما قليلت شنو الصحه قويه القوي الربي جات تجبد في البنك كسرت له رجلي يا لغرب تكسر يا اسمعني يما تكسرت سرحني شنو تكسرت سرحني ان شاء الله يتكسر بكل البنك تكسر شنو مش ياخذهولي نصلحوه بمسمار باهي نصلحوه نصلحوه ما نعرفش اليوم نصلحوا البنك غدوه نصلح السرير بعد مشاكلي انت بافي لا على ساق بتاع بنك عملت مشكله يا سي علاء ما تقوليش هي خرجت من الدار على ساق البنك اللي كسرت ماشي على هذيك عمل على شنو؟ خرجت من الدار كي كسرت لي دبش شنو دبشك شو عملت؟ ودبشك شنو اللي تكسر انت؟ معون معون شنو؟ معون انت معون شنو؟ معون انت ماكله يا ودي موت بشهيه زاده يا سيدي توكل كيفاش يتكسر هو المليون؟ والله انا لنا وعلاش كسرت؟ وين ريش عليها؟ قالت لي تو سامحني انت دبش محطوط في البوفيه كيفاش تجبد تغسل؟ اخي كل يوم يتجبد اي جبدته كسرته كل ندريش عليها قالت لي طاحت مني دي تكسرت طاحت شنو؟ واحده سوبيره تحط فيها المقارون شنو؟ سوبيره ولا ايش سموها؟ سوبيير ندري عليها هي سوبيره هذيك هي هذيك تكسرت؟ هي وبرد تكسرت قلت لها روح هي شنو؟ روح على واحده بالله تكسرت كلها تروح لدار بويها خير يا راجل
اي يا سي علاء يا راجل مالك كانت كسرت كوكوت انا ما نستعملهاش وما ناخذ باهي كان دبوس دقاز ما نعرفش ايش صار لها كانت كسر جلاس سيدي والله يا سي علاء تمن ولا منو بالله لا هي من الطيابه ولا هي من الفراحه ولا هي حتى ريت حتى تجي طيب ما ياكلك يا تعملها مالحه ولا تعملها معبيه بالزيت والله ربي وعيتها وقولها الكلام هذا تقلدها مش بنينه ماشي بنينه حتى طرف والله والله ناكل مع العزوز والله ربي اه بديت نفهم تو ايه هو هذيك المشكله فهمت اي والله يقول لك استنى مش طيبه وشنو يا الاخ تو جيت نحب نرجعها يا طيب لك ماكلتها مالحه بالزيت هلا زيت رجع فيها عليك نحمل ما والدار مكسره هي وش نعمل والسوبيار مشيت هاني كل مره نصلح حاجه كل وساق البنك دراويني والله يا سي علاء صلح ولا والله صلحته هي مسمار والله ايش اسمه مسمار والله يا زيد صلحته بتطلع لي ب 10000 فرنك والتو كريدي ال 10000 دو والله كريدي وشكون باش يخلص اقعد اصبر راس الشهر خاطر ما عنديش فلوس نجبد ما تقوليش طردت مرتك على اللي كسرته البلار هذاك والله تمشت على جال هذاك وراس محمد حاولت تراجع هاني جيتك انت معناتها انا بتراجع لك مرتك على خاطر انت طردتها من الدار على خاطر سوبير كسرتها هذاك هو هاك وساق بنك ب 10000 هي شكون تحب لي يجيب لك؟ تجيب لي المراه سرور جيب لي مرتي ان شاء الله الليله نجيبوا سرور ونقولوا لها علاش كسرت الساق بتاع البنك وعلاش كسرت السكر وعلاش نخرج هكاك من الدار وعلاش طيب الماكله المالحه سيرتو كان جد مرحبا به مرحبا به على كل شيء مرتو يرحم والديك ووالده ان شاء الله نوفق الليله على بساطه المشكله هي دي المشكله اللي هي مشكله برشا رجال ان شاء الله الليله مرتك تكون موجوده بحذانا في برنامج عادي ونحب نزيد نوصل لك حاجه اخرى كي نبدا مروح متغشش ولا حتى نروح نضحك تنحي من وجهك التكشبير تبدا ديما تبدا ديما وصباع والله يا سي علاء تبدا ديما تبدا ديما شنو بوبا تدلل لا يضرني فما برشا حاجه تخرج شنو الاخر يا بيس والله فرق قلبك لا لا مفرق فرق قلبك راك تندم فرصة راهي فرصة وشنو هي الآخر؟ هذا هو باهي تنحي لك التبويم هاي وشنو هي الآخر؟ ونحبها تبدا أنت بالحق وتنقص من كلام زيد مشو حتى معايا أنا معايا أنا تخاف مني أما مع أمه لا والله كيما نقول لك حكاية يولي لا وشنو هي الآخر؟ هذاك هو الليلة مرتك سرور تكون موجودة بحذانا في برنامج عندي ما نقول لك سياني زي البرنامج عندي ما نقول لك يحب يرجع مرته يبدو لي انه خلافات بسيطه خلافات ما عندها حتى معنى تكسر بنك ودرا شنو المراه وشهرة في دارها معناتها ويبدو لي انه لغه الحوار منعدمه بيناتهم الزوز المساله تبدو جديه في ذهن انيس لانه مرته بالفعل ماهيش في دارها غادرت محل الزوجيه على اساس انه ما عادش تحب تعيش معاه وقعدت في دار بوها على كل لحظة الحاسمة مع زميلة سارة مساء الخير مساء الخير مساء الخير مرحبا شكون بحذاك سارة بحذايا مرا اسمها مش بعيد على اسمي ايوه طلع زعما شو اسمها شنو هي ترى سرور سرور بيان سور مرحبا بيك مدام ان شاء الله ديما مسرورين انا وياك والناس الكل فما شكون صدعك اليوم في برنامج عندي ما نقولك تفضل تو يوصلك حاتم بحذا علي البلاتو مرحبا بيك مرحبا بيك تفضل مرحبا بيك سايس روحك زيد اطلع فوق شويه مرحبا بيك للا هيا تفضل مدام سرور مرحبا بيك للا مرحبا بيك زعما شكون ينجم يكون استدعاك الليله في برنامج عندي ما نقولك ما عندكش حتى فكره ما عندي حتى فكره باش نقدم لك زوز مؤشرات لعل يقربوا لك شكون اللي استدعاك اليوم في برنامج عندي ما نقولك الى المؤشر رقم واحد طب يا مدام سرور كلمه وكلمتين يتنسى خلاف السنين مش هكا كلمه وكلمتين يتنسى خلاف السنين يعني بالكلمة الحلوة وبالكلمة الباهية أي مشكلة نجم تتحل
هكا ولا نزيدك مؤشر اخر لان المؤشر رقم 2. طب يا مدام سرور ناس بكري قالوا عارك ولا تتهان وخلي للصلح مكان. عارك ولا تتهان وخلي للصلح مكان مثلا ذا ينقلوه معناتها عارك وديما خلي بليصه للصلح. هذوما هالزوز امثال هذوما اللي سمعتهم الزوز مؤشرات قربوا لك شي شكون ينجم وراس ستار هذايا واستدعاك ولا استدعاتك الليله في برنامج عندي منقول. ها ما نعرفش خلاص. شوفوا معايا شكون اللي استدعاك ليلى. أنا عرفته تو. شكون؟ شكون؟ زوزي. راجلك. متعاركين يا أخي؟ إيه. كيفاش؟ متعاركين. يضرب يهين. يضرب؟ يضرب ويهين. وثم عنف في دين حرام. عنف؟ عنف. إي معقول كلامك صحيح. فهمت؟ يعمل حشيك يتغصب فيا. شنو؟ راجل توا يعجبك ما مرته ثم اشياء فهمتني علي ولا لا؟ اشياء يعمل لي في العنف في لحمي زرق لي حشيك في لحمي من تعني يغتصب فيا. هي تغصب فيا بالسيف. بالسيف هي ما نقحش لي. شو هذا بشوي بشوي مدام لحظه بر. انيس نعم شنو هي الحكايه هذه؟ هي قالت لك يعنف فيا. لا مش تعنف فيها يا انيس. فما فرق بين العنف هاي وبين انك معناتها تمارس عنف اخر على مرتك. لا لا المعلم. شو لا لا يا معلم؟ ها والله لا سي علي. تجبر فيها على المعاشره الزوجيه بالعنف وبالسيف. لا لا شو اللي لا؟ لا يا هذا حديث سي علي. شنو هذا حديث؟ يا مدام يكذب يكذب في عينه بقولها له يكذب. هذا الحديث هذا معلمه لك امك. ليه يوم ما حشيها يوم اي بلا تحب نعطيك الرسمي قلب راه ما يعلم به كان ربي. انا راني ما جيتك انت هنا الولاد راهو تعب تعب وراهو تفلق تو سي. شنو اللي صار؟ يا سي علاء المراه ذي ذرتني لقص التقريط. شنو ذرتني الاخر كرني تاع دوام ما قولي علي يا ابو محمد ذكرني ما رايحتيش. ما رايحتيش يا ولدي انا كرني يا ولدي بشويه يا مدام رسول الله يا مدام بشويه تو السوبير وقلنا ما يسالش الساق نتاع البنك وقلنا ما يسالش تو درت لي على كرني. الكرني ما رايحتيش يا ولدي خليه يسمى يريح يتعوض نطلعوا كرني واحد اخر. يا سي علاء اخي سامحني خلينا نقول لك اخي نتاع شؤون اجتماعيه ضرب وي يا ولدي تو طلع لك انا كرني اختاري من كرني. مش نسكت ليه هذا اخي اليوم طلع لي انت وخذ شكون باش يطلع يا ولدي تو طلع حولك انا كرني اسكت شويه يا مدام قاعد يقلد علينا ما نسكتش. شنو هو مشاكلك معاه؟ قلت لي عاشر فيك بالسيف. عاشر فيا بالسيف بالعنف ودارهم حشم يسقى حتى مطارهم علموا به الشيء ما يجيش الشيء اللي يعمل فيها ضيع ماهيش معقول عليه. هذه يا مرتك حليلك برضاها والله يا سي علاء الحديث هذا صبهولها امها. لا ما حشاها امها ما تصبهولي امي ماذا بها تتهنى علي وكل شيء اما انت مش من مستوى باهي. نهار اللي جت زينه وباتت عند زكيه جتكم للدار يا ودي شكون زينة وشكون زكية؟ ما عنديش لا بزينة لا 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 ما عنديش. يا سي علاء جتني مرت عمها اي وقالت لي يا أنيس قلت لها قالت لي راي ماذا بهم قالت لي ماذا بها تحب تقعد في ضرب وجهها وتاخذ النفس. لا لا يا أنيس يا أنيس يا أنيس يا أنيس يا أنيس راه مزيد كلمة مش نجي في راسه واضح. لا لا ما نسكتش يا مدام يا مدام فهمت على حقي راني ما نسكتش يا مدام عايش كي ذاك يا مديك ما نسكتش هذا شو غير هو باهي سرور لا ما نسكتش لك فهمت. يا سي علاء يا زبلة كذب يا زبلة نفاق باهي باهي يعني نكذب وجيب له صحيح خير سي علاء. شنو هو الاخر مدام؟ جيب له صحيح خير شنو هو الاخر؟ صحيح اخي انت جايبه لها نادره نتاع تبن جايبه لك نادر نتاع تبن. النادر تعرفه وانت نتاع تبن ما نعرفوش انا. تعرفيش وين تسكني؟ مين هزيتك هنا؟
مين هزيتك؟ هزيتني لباس باي، هزيتني لباس باي كيما الوردة. هزيتني هزيتك يا عطاك الصحة، هزيتني الوردة. شكون عارف علاش لباس باي كيما نقول فيه توا حياتي ما فاهم يحب ربي. إيه إيه أنا قلت لك استني يا دجاجة حتى اللي يجيك القمح من الباجة. شبعنا ياسر، مش شبعنا بيه هكا الرواق نتاعك ياسر. والله كان عندي فلوس ما ناخذكش. كان جا عندك فلوس رضيت بيك كيما يقولوا فيها. أسي على في بالك أنت المرة الأولى كي تسحت تقعد تذكر تذكر وتجي تعمل العنف. ها خلي يصلي. لا ما هاش كنت تصلي يكذب عليك. عملها مش كنت تحط القرآن كنت والله يصلي. افهمت اسي علاء انسان ما فيش خلاقه ذيك عامل هكاك روحه خلاقي قدام العباد هو راهو انت ننتن هو ناني قاعده هنا وانت برا اخويا عندكم خيوط وعندكم شكون تعرفوا اسهلوا وديجا عندكم لا نعطيك بطاقه تعريف واسهل الامن قل له انيس عدد الدار 47 يا ودي ما تعطيش الادريس نتاعي والسلام بالعافيه. اي نسالهم على شنو نسال اسهلهم قول لهم السيد هذا سوكيرجي ولا ماركة حبس كي يقول لك راهو الشيء هذا فيه والله ولا اش لاغي من حجمها تو قدامك وراس محمد حجمه قدامي فهمت انا جيتك على الرجع قدام الراي العام ومازلت حاجتي بيك فهمتي اش قلتي مدام حشيك ما نعملها وش قلت لك النبي يعمل فيه هو هذا اللي يتحادث يمشي ياتنا حشم يسقر ما محشمش نبس نكمل هين ما حشمش ياتنا حشم يسقر مع نسي ويجي يعمل وشو يتفرج في فلان ويحب الفلان حشم يسقر تاع لا تتفرج في افلام وش ولا بد فهمت لحظة يا رجل يا معلم سي علاء سي علاء شنو بس تجبد لي بس تجبد لي سيدي شنو يزيني بالأوراق يتفرج بالسرقة يتفرج حشم يستقل واللي يشوفها في التلفزة يحب يعملها لي أنا فهمت لحظة لا 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 فما 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 دي بروبليم لا 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 فما مشكله كبيره يا انيس نعم مش كل اللي تراه في التلفزه نجم تعمله مع مرتك راه اسي علاء انا نعرف ايش قاعد نحكي هي وهذه مشكله نتاع برشا رجال اسي علاء راهو الجنس ثقافه اي راهو حضاره راهو اسلوب حياه اسي علاء اسي علاء حق شرعي اسي علاء يا ما مش بالقوه اسي علاء لحظه براسك اسمعني اسمعني انت حل مخك معايا نهار هاي راي المعاشرة الزوجية ماهيش استنى ماهيش غصبا دقيقة مرات مرتك حلالك وانت حلالك خلينا نتكلم هاي ما يصير مرتك حلالك وانت حلالها مش كل حاجة راهو تنجم تعملها ولا تنجم تتجاوز فيها الحد الادنى الاخلاقي المسموح به بين زوز من الناس عندهم مستوى ذهني ومستوى اخلاقي ومستوى تعليمي معين اللي انت تعمل فيه ما تنجم تعمله ينجم غيرك مش انت ما يصيرش نتكلم اسي علاء دقيقه شنو هو الاخر مدام فانا نتكلم ليه صعب باش ما تقصش عليا ما يقصش عليا يازنا مع النساء ويجي يعمل لي الاعمال اللي نيتنا ما يساعدنيش عندك حق في هذا فهمت ما عندي عندك علي دلة عندي علي عندك دلة. علي دلة عندي عليك دلة ما هي حرية التعبير اخي تتكلم وانا ما نتكلمش اتكلم به قضايا موسط الحزب اي به قضايا نلغوة شوية هزني تاو للسيدة المنوبية ندها نركيب بالزيت والسكر وتدها هي ركيبها بالزيت والسكر ونقصتي ونعلف بشوية في 2010 أول نفقة خذتها بشوية ايش دخل نفقة تو لا لا نتكلم تي تو ما يدي سيد حرقت تي كمل ايش بدل مردوم لا 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 ولا لا خلينا نصلح مكان برحمة بايك هنقول لك كلمة يا ودي خليني نصلح مكان خذت النفقة وخوها حشاك يلعب في بلاصتها وتعرفوا ضرباتهم؟ وهذا 60 حزب ما ترزاش به هنا تترزا به هم ضربات ولفعة ضرب شهر وعشر ايام وهم لو في سبيطار بروفيني غاية مش نكمل تعرفوني هنا والشيء وما ليك انت في
يعرفوك انت مدام يحب فمو يحب سنجال غطو مدام لا لا بشوية عاد مدام بشوية لا لا اسكتش بشوية لا بابا ذاك ما نسكتش ليه بشوية اللي جاي ابني بشوية خلي هو مدام اسمها مدام اللي جاي خاص بروحه هذا مدام بابا ساعة شوف داوي مالك ساعة اه داوي مرضك اللي عامل به واحدة يعطيك بقلة لاباس عليا شنو مرضو الله يا ربي مرضو شنو مرضو حاشم يسق في مخه باه هات مدام هذا يا راجلك جاي باش ترجع مرتك انت ولا تحب ترني انا اول من الاول واش قلت لك حاجتي بالصلح مدام حاجته بالصلح حاشم بالصلح انا ما حاجتيش به في الصلح هذاك ايش يقف بحذايا سرور حمد سايس روحك لله سايس روحك ما تغشش ما تغشش ما تقلقش بيه نحن ما عندناش الشيء ذاك وفي الشارع ما عندناش السرور غدوة جماعة غدوة في ولا في حكوا عليك انت انا ما يضحكوش علي لا ما يضحكوش علي حتى انا ما يضحكوش علي عندما على حق ما يضحكوش علي ان شاء الله كان على حق ان شاء الله انا بويتي تخلى ان شاء الله تخلى هاي سرور ان شاء الله اللي فيا انا توجيك سرور سؤالي لي يفتح هذا الستار ترجع لدارك ولا باه اوكي سرور مرحبا بك لالا ايجا بحذايا ايجا من هوني تهو مفتاح خاطر وعلاش لا من هوني من هوني ايجا من هوني يزيني مم شوف هاني سحنا فدلكنا شويه قبيليك اما الموضوع راه حساس وكبير تبعني مليح تبعني توا تبعني انت خنكل يا ولدي فهمني ها احكي ما يسالش انت اكبر مني في العمر ربي وفي التجربه وفي القدر هاي. اما انا راني نجم اسمعني اما راني نجم نقول لك حاجه مفيده هاي. انا ولا غيري شوف يا انيس هاي. يبدو لي فما مشكله بينك وبين المراه هاي. حقك الشرعي والطبيعي اسمعني انت خلينا نتكلم سي علاء نحن رانا تو رانا في 2014 راهو كي مش جي نعمل الشيء هذا حتى نجيك ولا ما نجيكش وتسمع العباد من غادي راهي العباد تضحك علي انا مش على هي يضحك عليك حد ما يضحك عليك حد اسمعني انا راهو كان مش نوصل نعمل اسمعني راني مخالف اسمعني سي علاء اسمعني انا راني كي قلت لك وانت حر تتفرج في اللي تحب يا ودي وتشوف اللي تحب استنى وتعمل اللي تحب لكن برضا الطرفين مش وحدك هاي بالنسبه لي هي الاشياء هذيك راي تفوت حدود الأخلاق وحدود القدر وبرجع حدود أخرى أنا إيش نقول لك تبعني مليح تبعني أي نسمع فيه تبعني المرأة راو ماهيشي سلعة ولا بضاعة واحد لي فانتازم اللي خلقهم ربي كل يحب يعملهم كأنها حيوان ولا كأنها لا لا هذه زوجتك حليلك أصلا هذيك مرتك حوار من نوع هذا المفروض ما يصيرش لأنه الزوج أطراف هاي. كيبداو راضين ومتفقين على اللي في مخك ولا مش اللي في مخك هاي. المسألة منتهية ما فماش مشكل كل واحد حر في حياته يعمل اللي يحب كل واحد حر يعمل اللي يحب غصبا لا أبدا خلنا نقول لك قل نيا زعمة نيا تو نيا نعرف الباهي ونعرف الخيب ونيا جيتك من الأخر نيا جيتك من الأخر باش لا تحسني لا نحسلك قلت لك راني كنت سكيرجي اما تورا وهداني ربي وليت نصلي ربي يهديك دونك اسمعني انيس ربي يهديك اما الشيء اللي قالته اخويا انا قلت لك ابعث لي عباد لا 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 مش ولا هزني نحلف كي يطلع الشيء هذا صحيح تو على بلاصتك مش هذا الموضوع انيس كان فما حاجه جديده هز التليفون وكلمني تعال يا كبير على انيس اخويا يرحم والديك عايش ميرسي هو الليلة تطرح موضوع ما عمره ما تطرح في التلي بالحق وطرحوه زوز من الناس مش نقول طرحوه زوز من الناس يعانيوا من المشكلة وحكيوا فيها بكل صراحة والمشكلة هذية نجم تكون موجودة في أي بيت من البيوت لكن راو المسائل هذية مسائل تتطلب حد أدنى من المستوى نقولها بصراحة الذهني ما نقولش التعليمي لكن من المستوى على الأقل الثقافي حتى لأنه راو الممارسة الجنسية تعبيرها لا تأخذ بالقوة ولا تأخذ بالغصب تأخذ كان بالرضا ورضا زوز أطراف مشاهدة طيبة للجميع بعد الفاصل باش نتعرفوا على حكاية سليم اللي بسبب العنف اللي مارس فيها على مرته طيح لها الصغير الشيء اللي خليها تهرب من الدار ما رجع مع سيها ضربتها شنو هو شو اللعبة ذي شنو انت داخل تضرب خارج تضرب اخي نهاري غير نهار تضربها شنو الحكايه مش داخل نضرب خارج هذاك هي حتى هي صوره اللي حطتها في دارهم حطتني انا سفاح معناها ندخل نضرب نخرج نضرب ليه انت ضراب انت مش سفاح انت ضراب اخي ما تنجمش تتكلم في بلاصه انك تضرب تكلم ست شهور معرسين وانت داخل تفشخ قداش من تريحه قداش
60 لا 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 50 لا لا 20 7 10 من 7 ل 10 لا شوي لا بارك الله فيك يعطيك الصحة. أما توا باش نتبعوا حكاية محمد اللي عرس بنسرين وهي في عمر 14 سنة، لكن بسبب المشاكل العائلية هربت من الدار. بنية صغيرة وسخفتني، أنا واحد من الناس سخفتني. فهمت؟ شو صغيرة؟ صغيرة، عمرها 14 سنة. دي وقتها قد إيه عمرك؟ عمري 26 سنة. تو عمري وهي عمرها 14. عمرها 14. خذيت عمرها 16؟ لا، خذيت 14 ونص تقريبا. شو؟ 14 ونص 14 ونص. شو 14 ونص؟ خذيت عمرها 14 ونص. كيفاش خذيت؟ شو خذيت؟ كيفاش خذيت 14 ونص؟ هربت بها سي علي. أه؟ هربت بها.